فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض المعالجين بالقرآن يكتبون القرآن على ورق أو على مناديل ورقية ثم يحرقون هذا الورق أو المناديل التي قد كتب عليها القرآن ويبخرون بها المريض، فهل هذا الفعل صحيح؟ هذا ما ورد ولا فعله السلف، إنما الذي ورد أنه يغسل الكتابة في الصحن أو في الورقة، يغسل في ماء ويشرب أو يرش على المريض، أما الإحراق لا، إذا ما ورد الإحراق تلفت معناها تلفت وش بقي، نعم ما لها أثر صار، نعم.